مرحبا أحبابي، اليوم بدعمل أنا وياكم طريقة تحضير أصابع الجنافة بالقشطة. حلو كتير، بسيطة وطيبة وكتير روعة بهيدا الشكل. شايفين؟ مقرمشين وكتير كتير طيبين. سمعين صوت القرمشة؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا عجينة الجنافة، بدي لفها أنا وياكم رولات، منشيل منها قصم. عندي قشطة بالكيس، القشطة رح احط لكم اياها اخر الفيديو بالرابط. نحط القشطة بكيس الكريمة. بحط كريمة على العجينة بهيدي الطريقة. اللفة بهيدا الشكل. عنا جاط في شوية مي. شو بعمل انا؟ بغطس اصابيعي لاعمل الجنافة ما تطلع عنا منعوفي. شايفين؟ بهيدي الطريقة بنحاول قد ما فينا نلزقها ونعملها مرتبة. هلا بحطها بالصينية، نفس الشيء. بنحط قشطة وبلفها بهيدي الطريقة. بحطها بالصينية. بعد ما لفيناهم بهيدا الشكل، عنا هون 3 معالق طعام مليانين سمنة دوبتن. بندهن الوجه بهيدا الشكل، بنحط منيح على الوجه عشان تتشرب العجينة منيح السمنة، تعطي نكهة كتير طيبة وتتحمر منيح. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. بعد ما حطيت السمنة بهيدا الشكل عليهم، هلأ بدخلها فرن حامي مسبقاً على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هول الجنافة بعد ما طلعوا من الفرن بحط عليهم قطر، هن وسخنين بهيدا الشكل، أخذوا بالفرن حوالي 25 دقيقة، أكيد حسب كل فرن.
وصفة كتير طيبة ورائعة وبتجنن لرمضان لجميع المناسبات أكيد. حاولت قد ما فيني ما كتركن فيها سمنة، يعني حط ما صبحها بالسمنة، حط شي بسيط. هلا بشيلهم بحطهم بصحن. إذا حبينا منرش رشة صغيرة فستق حلبي بتعطي شكل كتير حلو ورائع بهيدا الشكل. هولي أصابع الكنافة اللي عملتهم أنا وياكن بالقشطة، عن جد كتير كتير طيبين وبيبيضوا الوجه لرمضان وجميع المناسبات. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكن، وإن شاء الله بشوفكن بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.